أهلا بكم في جولة مغاربية جديدة تأتيكم من أكشن نيوز من القاهرة. نفتح فيها نافذة تلو الأخرى، نرى من المشاهد والأحداث ما قد يغيب عنا في هذا البلد الشقيق أو ذاك في بلدان مغربنا العربي. وفي جولتنا اليوم نرصد مصر تتضامن مع الجزائر في ضحايا الحرائق، والرئيس تبون يشدد على أن الجزائر ستتجاوز الأزمة. ونستعرض من تونس تحديد موعد ثان لحملة اللقاحات الوطنية ضد فيروس كورونا. كما نستعرض من المغرب التحضيرات للأسبوع الثقافي لمدينة تطوان. والبداية من الجزائر، محنة أليمة لكن سننتصر في نهاية الأمر. هكذا تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الحرائق التي طالت 18 ولاية وأودت بحياة عدد من الأشخاص. الرئيس تبون وفي تغريدة له أشار إلى أن الجزائر ستنتصر في محنتها الحالية كما حدث في المحن السابقة، موجها الشكر والتحية لكل من يساهم في إخماد النيران. وشدد الرئيس الجزائري على أنه أصدر تعليمات باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع. توجيهات أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع الذي خلقته حرائق الغابات. ونعى تبون وفاة 25 عسكريا بعد مشاركتهم في عمليات الإنقاذ خلال الحرائق والتي نشبت بعدد من الولايات. كما تقدم الرئيس الجزائري بخالص التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، وعبر صفحته الرسمية على تويتر قال الرئيس تبون إن بلاده تعيش محنة أليمة ستنتصر فيها، مؤكدا أنه أصدر تعليمات لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل السيطرة على الوضع. رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن من جهته قال إن الدولة قد سخرت كل الإمكانيات لمواجهة الحرائق. وفي كلمة متلفزة أعلن بن عبد الرحمن إجراء اتصالات متقدمة مع شركاء الأوروبيين لاستئجار طائرات خاصة لعمليات الإطفاء. الدولة كما تلاحظون تقوم بكل المجهودات، وقد سخرنا كل الإمكانيات والمرافق العمومية من أجل استقبال المواطنين الذين تأثروا بهذه الكارثة. فأعطينا تعليمات صارمة لوالي الولاية بتوجيه كل الإقامات الجامعية المتوفرة حاليا وكل الفنادق حتى الخاصة منها لإيواء كل المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق، وتوفير لهم كل الوسائل اللازمة لإقامة كريمة وإقامة في ظروف في أحسن الظروف حتى تمر هذه الكارثة بإذن الله تعالى. من جهة أخرى فإن الدولة تعمل طبعا مع شركائنا الأوروبيين خاصة من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق لكندا، ونحن في اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام إن شاء الله هذه العملية في أقرب وأحسن الظروف إن شاء الله رب العالمين. مصر أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات. هذا وأكدت مصر وقوفها التام إلى جانب الجزائر في هذا الحادث الأليم، معربة عن صادق تمنياتها بأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.
هذا كما أعربت كل من تونس والأردن عن تعازيهما للجزائر في ضحايا الحرائق، وأعربت الدولتان عن التضامن الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم. أكد وزير الداخلية الجزائري أكد أن الدولة ستتكفل بكل الخسائر المسجلة جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالبلاد، ولم يستبعد الوزير أن تكون هناك شبهة جنائية وراء اشتعال عشرات من حرائق الغابات بالبلاد في نفس الوقت. هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار موجة الحر الشديد على الولايات الشمالية، وأشارت إلى أنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل على ولايات كل من سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف. وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد شروط وكيفية انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري. ينص المرسوم على أنه يستدعي الأساتذة الناخبون في غضون 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية، ويجري الاقتراع خلال 30 يوما سابقة لنهاية مدة أعضاء المحكمة الدستورية، وتوزع المقاعد الستة لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات على أن يخصص لكل ندوة جهوية مقعدان. استقبل وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما. تناول لقاء مستجدات الأوضاع في مالي فضلا عن العلاقات التي تربط بين البلدين. أنهت اللجان المتخصصة بوزارة التربية الجزائرية عملية إعداد توزيع البرامج الدراسية الأسبوعية في جميع المواد في ظل جائحة كورونا. هذا وأشارت اللجان إلى ضرورة تدريس ما بين 22 ساعة إلى 26 ساعة أسبوعيا على أن تتوافق مع ظروف كل ولاية من حيث عدد التلاميذ والأقسام، كما نبهت إلى المنشور الخاص بالدخول المدرسي والذي يتضمن زيادة مدة الحصة الدراسية لتكون ساعة بدلا من 45 دقيقة لكي يتسنى للتلاميذ تلقي المناهج الأساسية واستكمال المقرر الدراسي في المواعيد المحددة مسبقا. ورياضيا، ضمن وفاق سطيف الجزائري مشاركته في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الموسم المقبل بعد فوزه على ضيفه اتحاد بسكرة بأربعة أهداف نظيفة. واستفاد وفاق سطيف من تعادل شبيبة الساورة أمام ضيفه شباب بلوزداد المتصدر بهدف لكل منهما ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري، ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 65 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد اتحاد بسكرة عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
وإلى تونس، يوم آخر جديد لحملة التلقيح الوطني في تونس لمواجهة فيروس كورونا، حددته الرئاسة التونسية ليكون يوم الأحد المقبل موعدا لها. الرئاسة التونسية أشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد الفيروس والتي وجه بها الرئيس قيس سعيد. وأوضح البيان أن هذا اليوم سيخصص للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة والمسجلون بمنظومة اللقاحات. والهدف من حملة التلقيح الوطني كشف عنه المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية علي مرابط حين أشار إلى السعي لتطعيم 50% أو 60% من التونسيين. وكشف مرابط أن اللقاحات قد أصبحت متوفرة، منوها بوجود مخزون ب6 ملايين جرعة. نجاح اليوم المفتوح للتطعيم ضد فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في تونس بدء مرحلة جديدة من خطتها لمكافحة الفيروس، وتتمثل المرحلة الجديدة في توزيع اللقاحات على الصيدليات الخاصة والعيادات على أن تشمل تطعيم الفئات العمرية البالغة من العمر 30 عاما فما فوق في المرحلة القادمة، كما سيتم تطعيم طلاب المدارس البالغين من العمر 18 سنة فما فوق. وتهدف تونس إلى تلقيح من 50 إلى 60% من التونسيين بحلول منتصف أكتوبر القادم. القضاء على الكوفيد، القضاء على الكوفيد كيفاش؟ تعرفوها هذولي توا، التلقيح، الوقاية بالتلقيح. التلقيح اللي يلزمنا نخلطوا له هو 50% من الشعب التونسي، وكان النجم نخلطوا 60%. صحيح قبل ما كانش فما شح من، كان فما شح من التلقيح. الجرعات توا موجود، قالها السيد رئيس الجمهورية فما 6 مليون. وكانت تونس أعلنت أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن خلال عملية التطعيم الكبرى التي تمت الأحد في شتى أرجاء البلاد، وشملت من هم فوق 40 عام. وهذه هي العملية الأكبر التي تطلقها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف تونسي وأصاب أكثر من 600 ألف منذ مارس 2020. شهدت صادرات القطاع الزراعي التونسي إلى ليبيا نموا بنحو 23% خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق. وقال المرصد الوطني التونسي للفلاحة إن حجم الصادرات إلى ليبيا قد تجاوز 3700 طن من المنتجات الزراعية التي مرت عبر معبر راس جدير الحدودي. استجابة لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى والتابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلنت تخفيض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية للتخفيف عن المواطنين. كان سعيد قد طالب خلال لقائه تجار الجملة والتجزئة بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، ودعا إلى التخفيض في الأسعار. جدير بالذكر أن 40% من التونسيين قد تراجعت قدرتهم على الإنفاق خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل. أعلنت السلطات التونسية عن حزمة من الضوابط الجديدة لدخول أراضيها، ذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا. حثت السلطات التونسية المسافرين الوافدين على اتباع هذه الضوابط بشكل كامل.
وإلى الملف الليبي، حيث تتواصل عملية التسجيل في منظومة الانتخابات الليبية، إذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات تسجيل نحو 430 ألف ناخب جديد. بهذا يصل إجمالي المسجلين إلى 2,770,000 ألف ناخب حتى نهاية الاثنين الماضي. كانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد مددت فترة التسجيل بالمنظومة الانتخابية حتى يوم 17 من أغسطس الجاري، لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير. أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأشار المركز إلى شفاء 967 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة وفاة. تشهد سماء ليبيا غدا ذروة سقوط الشهب، إذ يمكن رؤية ما يقارب من 60 إلى 100 شهاب خلال ساعة. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أشار إلى أن المذنب المسبب لهذه الزخة الشهابية اسمه سويفت تاتل، موضحا أن الشهب التابعة لهذه الزخة قد تبدأ بالسقوط نحو الأرض أثناء مرورها في الحزام الغباري للمذنب. مدينة غريان الليبية تعد المدينة من أهم المدن الليبية والواقعة في الجزء الشمالي الغربي، ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 700 متر، وقد وصفت في كتاب من طرابلس إلى فزان للرحالة جون فرانسيس بالقول التالي: تشتهر غريان بجودة زيتها وزعفرانها وحبوبها وبوفرة إنتاجها، ورجالها تلوح على محياهم الإنفة والكبرياء. وتتميز المدينة بطبيعتها الخلابة ما جعلها تستحق أن تكون صورتنا اليوم في صورة من الجارة ليبيا. أعلنت وزارة الداخلية المغربية الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية والمقرر لها 8 سبتمبر المقبل. قررت الوزارة أن يبدأ قبول طلبات الترشح من الاثنين المقبل، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية اعتبارا من 26 من أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر. سيكون على كل ناخب اختيار قائمة محلية لانتخاب ممثليهم في البرلمان، إلى جانب لائحة أخرى لاختيار أعضاء المجلس الجماعية. توقعت الشركة الدولية للاستشارات وتحليل البيانات Global Data في تقرير لها عن الاقتصاد الأفريقي تحقيق المغرب بنسبة نمو تقدر ب 5.19% خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن المغرب ينمو بخطى ثابتة في السنوات الأخيرة، مسلطا الضوء على قطاع الزراعة في المملكة. تشهد مدينة طوان الأثرية الأسبوع الثقافي للمدينة العتيقة في الفترة من 14 إلى 20 من أغسطس الجاري. يشارك في الأسبوع 8 جمعيات وطنية مغربية مهتمة بالحفاظ على التراث، كما تشمل الفعاليات مائدة مستديرة حول إسهام المجتمع المدني في برامج إعادة تأهيل التراث وحفظ الذاكرة. ناقش مسؤولو مدينة أكادير المغربية الخطوط العريضة لمشروع بناء مسرح كبير بالمدينة. استعرض الاجتماع التصور الأولي والعام لدراسة مشروع بناء مسرح أكادير الذي يدخل ضمن الجيل الجديد من المسارح التي يجرى تشييدها في عدد من جهات المملكة. وستشيد هذه المنشأة الفنية التي سيحتضنها المتنزه الحضري بأكادير على مساحة حوالي 2 هكتار.
وإلى موريتانيا، حيث دعا حاكم مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية مواطني المقاطعة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهى الدقة، وأشار إلى أن الوضع الوبائي في تحسن، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الحذر. وأضاف أن حصيلة الإصابات قد بلغت حتى الآن 552 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الموجة الثالثة الحالية. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات جائحة كورونا في موريتانيا تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتطعيمات، وأكدت اللجنة حظر كل التجمعات وتعليق التراخيص السابقة لكل النشاطات الجماعية حتى إشعار جديد. وشملت توصيات اللجنة تعزيز الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها على صعيد الأسواق ومحطات النقل وتقريب مراكز التطعيم من السكان ومواصلة التوزيع المجاني للكمامات. أعربت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا عن استعدادها للمساهمة في دعم قطاع الإنتاج الحيواني بوصفه رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير التنمية الحيوانية مع المسؤولين في مجال التنمية الحيوانية، حيث استعرض المجتمعون سبل دعم هذا القطاع الحيوي. قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، قالت إن الوزارة بدأت التحضير للمشاركة في أسبوع التنوع البيئي بمعرض أكسبو 2020 الدولي. وأوضحت وزيرة البيئة الموريتانية أن نسخة هذا العام من المعرض تكتسب أهمية بالغة لكونها تشمل أسبوعا خاصا يتناول قضية الاحتباس الحراري. وأكدت في هذا الإطار أن موريتانيا قد قامت بمراجعة السياسة المناخية والاستراتيجية الوطنية في مجال التنوع البيئي. يشكل الأمازيغ جزءا من سكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر، ولهم حكايات عدة نرصدها في قصة تروى. الأمازيغ سكنوا شمال أفريقيا منذ قديم الأزل، يتحدثون بلغتهم الأم الأمازيغية حتى يومنا هذا. فمن هم الأمازيغ؟ بحسب مؤرخين، السكان الأصليون في شمال أفريقيا وتحديداً في بلاد المغرب العربي، ويشكل الأمازيغ جزءاً من سكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر وجزء صغير من غرب مصر إلى جزر الكناري. تتحدث الشعوب الأمازيغية اللغة الأمازيغية. الأمازيغ من أكثر العرقيات التي تتمسك بدرجة كبيرة بعاداتها وتقاليدها، ومن أشهر الشخصيات الأمازيغية الملكة الأمازيغية تهيا الأوراسية التي لقبت بالكاهنة الداهية، وكانت قائدة عسكرية وملكة هزمت الجيوش الرومانية في العديد من المعارك، وابن بطوطة الرحالة والكاتب والمؤرخ الذي عاش في القرن الرابع عشر. تزخر الثقافة الشعبية الأمازيغية بالعديد من الموروثات والقصص، لعل أشهرها قصة إسلي وتسليت، وهما بحيرتان تقعان بمنطقة أميليشيل جنوب شرق المغرب. فيما يعرف بموسم الخطوبة، يجتمع الأمازيغ بالمنطقة لمدة 3 أيام. ينظم الاحتفال طوال هذه الأيام بمشاركة المئات، تخليداً للقصة الأسطورية إسلي وتسليت، وتعرف بالأمازيغية بالعريس والعروس. بحسب الموروث الأمازيغي، هي قصة حب أسطورية بين شاب اسمه موحى من قبيلة آيت إبراهيم وفتاة تدعى حادة من قبيلة آيت إعز، وكان بينهما عداوة حالت دون ارتباط العاشقين ما دفع بالحبيبين إلى الانتحار، حيث انتحر موحى في بحيرة إسلي بينما انتحرت حادة في بحيرة تسليت. ويعقد الاحتفال السنوي بهدف تزويج الشباب في إطار تخليد قصة الحب الأسطورية. وبين تاريخ وأساطير الأمازيغ وموروثاتهم الشعبية قصص كثيرة تروى.
وبقصة إسلي وتسليت تنتهي جولتنا المغاربية من إكسترا نيوز في القاهرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.